الحقيقة النهارده من اسعد حلقات هي وصبايا، لان النهارده رسميا بدأنا مسيرة خير جديدة. ويمكن انا يعني كل حاجة فيا بتبقى فرحانة لما بقول كلمة مسيرة خير جديدة، لأن لما بقول كده فعلا بتبقى مسيرة خير جديدة، وبيبقى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أجر جديد عند الله سبحانه وتعالى، وإيدينا في إيدين بعض عشان نخلي ناس كتير قوي 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 مبسوطة. النهاردة تم تعاقد قناة هي مع مؤسسة صناع الخير، وسنكمل المشوار اللي بدأناه مع بعض مع صناع الخير، وعالجنا ناس كتير قوي مع بعض الحمد لله. كان أبرزهم محمد اللي وقف على رجليه مرة تانية وعاش حياته بشكل طبيعي، حاجات كتير قوي 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 مع بعض. تعالوا نشوف تفاصيل التعاقد النهاردة. مؤسسة صناع الخير عملت خير كتير جدا جدا جدا، من أول البيوت، من أول الأسقف، المية اللي دخلت أماكن كتير جدا جدا، المشاريع اللي اتعملت لستات كتير قوي قوي من البيت، حاجات كتير قوي قوي قوي. وهنكمل المشوار مع بعض إن شاء الله، وهنعمل خير كتير جدا جدا. يمكن أنا أول ما ابتديت البرنامج قلت أنا نيتي إن احنا نعمل خير لم يسبق من قبل في صبايا، يعني كل اللي أنا عملته الـ 25 سنة اللي فاتوا دول إن شاء الله بإذن الله نعمل قد وزيادة السنة دي، وده طبعاً بمساعدة ربنا ومساعدتكم. ناس كتير قوي هتقول لي الظروف، مش الظروف، ناس تقول لي تبرعات إيه اللي هتلميها عشان الظروف؟ لا، جمهوري جدع وجمهوري عارف كويس قوي إن اللي بيعمل خير بيلاقي خير، وبالعكس يقول لك لما تضيق بيك تصدق.